وقد حققت مملكة البحرين إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، وهي تسعى دائما لتحقيق المزيد من التطلعات بشأن هذا المجال الهام تنفيذا لمتطلبات النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في بناء الدولة المدنية العصرية، وبما يتوافق مع ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتراثها الحضاري. تضع مملكة البحرين حقوق الإنسان في صميم كل الجهود التي تبذلها، وتعمل بالشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني لبناء مجتمعات أكثر أماناً وشمولية وازدهاراً. وانطلاقاً من تلك المبادئ، حرصت وزارة الخارجية على تعزيز الشراكة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني البحريني، بما يساهم في دعم الجهود الرامية للمحافظة على حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك تنفيذاً لمتطلبات النهج الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى وما صاحبه من منظومة حديثة من التشريعات والإجراءات المتطورة. تعمل وزارة الخارجية بكل جد واجتهاد على حمل ملف حقوق الإنسان الذي يعتبر جزء من سياسة مملكة البحرين الداخلية والخارجية، وجزء من تعاوننا على مستوى الثنائية ومتعدد الأطراف مع دول العالم أجمع، أن ملف حقوق الإنسان وملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان أصبح عملنا اليومي في مملكة البحرين بمتابعة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكل ما تقوم به. أيضاً السياسة الخارجية لمملكة البحرين ممثلة بوزارة الخارجية شهدت تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية، وذلك من خلال انتهاجها لسياسة خارجية فاعلة ونشطة في التعامل مع مختلف القضايا في العالم، مما ساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع كافة الدول من خلال مشاركتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات على المستويات الخليجية والعربية والدولية. أما على المستوى الدولي فوزارة الخارجية حريصة جدا على المشاركة في كافة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. الدورات التي متعاقبة الآن وصلنا للدورة 39، وتشارك بمداخلات وإلقاء الكلمات والبيانات، وأيضا استماع لرؤى وأفكار وأطروحات الدول الأخرى. تلك الإنجازات المتواصلة تؤكد مضي المملكة قدما وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، والتي تمثل نهجا استراتيجيا ثابتا في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الرشيدة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقا للدستور والمواثيق الدولية.